اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. عشاق كورة وبس في كل مكان، أهلا بكم، يحفظكم رب العالمين ويرضى عنكم ويرضيكم ويكتبكم في الصالحين أنتم وكل أحبابكم أجمعين. طبعا السوشيال ميديا اليومين دول مفيش كلام وراها غير الخلاف اللي بين كهربا وبين مارسيل كولر. دايما السوشيال ميديا تحب تعمل أزمة داخل النادي الأهلي، النادي الأهلي بمؤسسته بإدارته بجهازه الفني بلاعبته. لما بيبقوا دايما ناجحين دايما السوشيال ميديا تحب تعمل أزمة. الحقيقة هو فيه أزمة، لكن اللي احنا فهمناه كلنا الفترة اللي فاتت ان محمود عبد المنعم كهربا ما سافرش مع النادي الأهلي لحضور مباراة ميديام الغاني في غانا بسبب حفل زفاف شقيقته. 1000 مليون مبروك ليها، وربنا يسعدها ويوفقها في حياتها الجديدة بإذن الله. لكن الحقيقة يا جماعة غير كده خالص، واللي قاله الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي غير كده خالص. إيه القصة وإيه الحكاية وإيه بداية الأمر وإيه اللي وصل الحاجة دي لكده واستبعاد كهربا من المباريات؟ في أواخر شهر يناير، في أواخر شهر الاثنين اللي احنا فيه ده، تجميد كهربا بقرار من مارسيل كولر. ليه؟ هقول لحضرتك. محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي رفض السفر مع الفريق إلى غانا لحضور حفل زفاف شقيقته زي ما قلت لحضراتكم، لأن الفرح جه تزامنا مع مباراة ميديام الغاني في دوري أبطال إفريقيا. وحقيقة مفيش حاجة اسمها في كرة القدم ظروف، غير حاجة واحدة اللي هي الوفاة لا قدر الله. لكن الفرح هيعدي كده كده هيعدي، لأن طبعا أهلك عارفين وضعك وظروفك وعارفين إنك في مباراة مهمة اللي هي كانت مباراة ميديام الغاني. الحقيقة الأهلي كسب، ولكن كان محتاج لجهود محمود عبد المنعم كهربا. طبعا كهربا أثار غضب مارسيل كولر، لأن مارسيل كولر قال له إحنا محتاجينك في المباراة دي. كهربا غاب يلح على دماغ مارسيل كولر. الحقيقة مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مدرب ذكي جدا، عرف إن كهربا تركيزه في فرح شقيقته وإنه دماغه وتركيزه مش هيبقى في المباراة، فمارسيل كولر قرر استبعاده من المباراة لحضور حفل زفاف شقيقته. وده اللي احنا فهمناه، وده اللي احنا فهمناه كلنا، واللي حضرتك عارفه ان كهربا كان قاعد عشان فرح اخته. لكن الحقيقة غير كده. لكن الامر ده وزن كهربا على دماغ مارسيل كولر ادى ذلك الى اتخاذ قرار صعب من مارسيل كولر بتجميد اللاعب، مع استبعاده من المباريات لفترة غير محدودة، بسبب ان كولر كان محتاجه في مباراة ميديامة، وزن على دماغ مارسيل كولر. واللي احنا عرفناه ان مارسيل كولر سمح له انه يحضر حفل زفاف شقيقته، لكن ما عرفناش ليه اتابي كهربا كان تركيزه كله في الفرح. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ الكابتن محمود الخطيب تدخل بعد قرار كولر. يتدخل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لإحتواء الأزمة، لأن هو مش عايز أزمة داخل الفريق، لأن انت محتاج كل لاعب الفترة اللي جاية. الكابتن محمود الخطيب عقد اجتماع مع السويسري مارسيل كولر وكهربا للوقوف على الأزمة والخروج منها سريعا، لأنه قال له كابتن اللي بيحصل ده ما ينفعش، لان احنا داخلين على فترة صعبة وما ينفعش حاجة اسمها تجميد لاعب. طيب نتائج الاجتماع ايه اللي حصل؟ اول حاجة عودة محمود متولي للتدريبات لتعويض غياب ياسر ابراهيم. احنا عارفين ان ياسر ابراهيم عنده قطع في وتر في العضلة الخلفية، هيغيب عليه من شهر ونص لشهرين، ودي كانت صدمة كبيرة لجماهير النادي الاهلي.
رقم 2 عدم تجميد كهربا ومشاركته في التدريبات بشكل طبيعي، ان هو بيقول له ان كهربا يشارك في التدريبات بشكل طبيعي والقرار الفني بعد كده في المباريات ده قرارك. رقم 3 استبعاد كهربا من المباريات حتى يثبت التزامه وانضباطه وخوفه على ظروف ومباريات الفريق. ده بالنسبة للاجتماع. طب ايه بقى؟ طبعا كل حاجة رد فعل، والكل فعل رد فعل، وكان جماهير النادي الاهلي ريها رد فعل قوي جدا. انقسمت جماهير الاهلي بين مؤيد لقرار كولر والكابتن محمود الخطيب ورافض القرار ده. في ناس ايدت ان كهربا ينزل التدريبات عادي ويتم استبعاده من المباريات لحين التزامه وانضباطه من جديد، وفي ناس رفضت القرار ده. ليه؟ لان انت كده ما عندكش غير 2 مهاجمين، واحد جد والتاني لسه ما نعرفش عنه حاجة، اللي هو سامو ابو علي لسه ما ظهرش، ما اثبتش قدراته، وموديست ده جد يعني بغض النظر ان هو صنع الهدف بتاع مباراة ميدياما، بس نقدر اللي احنا نقدر نقوله ان موديست لاعب صندوق وليس لاعب متحرك داخل ارضية الميدان. طيب اعرب بعض النقاد عن قلقهم من تأثير القرار على مسيرة كهربا مع النادي الاهلي. يعني في ناس فكرت ان القرار ده ممكن اللي هو يعمل ايه بقى؟ ممكن يؤثر على مستقبل كهربا، ممكن النادي الاهلي يفكر ان هو يبيع كهربا بعد الواقعة اللي حصلت دي. طيب النقاد الرياضيين بقى بيفكروا ازاي؟ بيتوقعوا انه يتم تقييم موقف كهربا بشكل دوري من قبل كولر. يعني ايه اللي احنا نفهمه من الجملة دي؟ يعني اللي احنا نفهمه ان ده مثلا مش اول موقف لكهربا مع مارسيل كولر، اذا مارسيل كولر قرر يعاقب كهربا علشان مفيش لاعب في الفريق يعمل اللي عمله كهربا. يا جماعة احنا اللي احنا شايفينه ان اللاعب الوحيد او المهاجم الوحيد اللي افاد النادي الاهلي الفترة اللي فاتت بعد رحيل محمد شريف وعدم توفيق موديست هو كهربا. كهربا هو صاحب هدف الافتتاح في الهلال السوداني اللي وصلنا لدور الثمانية او في دوري ابطال افريقيا النسخة الماضية. كهربا صاحب هدف او اسيست امام عاشور الهدف الثالث في الاتحاد السعودي. كهربا عامل شغله كويس، لكن كان لابد من المسؤولين داخل النادي الاهلي او المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي يطلع يبين لنا الصورة من البداية، علشان ما يطلعش كلام قيل وقال في الاعلام تمام ونعمل ازمة من غير ازمة. الحقيقة هو مفيش ازمة، يعني ده فرح شقيقة كهربا ويعني الف مبروك، ولكن ما كانش يصح ان كهربا يقعد. كان ممكن كهربا يتواصل مع الكابتن محمود الخطيب، لو ما سمحلوش انه يستمر في فرح شقيقة اخته كان يسافر مع الفرقة، لان ده مستقبله. الفرح بيه من غيره معدي مش مشكلة خالص، لكن في البداية او هو في النهاية نتمنى ان ما يكونش فيه ازمة قوية بين مارسيل كولر وبين كهربا، زي ما فيه ازمة بين احمد عبد القادر وبين مارسيل كولر. ما ينفعش نجوم الفريق يتم تجميدهم. احمد عبد القادر احنا مفتقدينه جدا، مستحيل انت تاخد طاهر محمد طاهر وتسيب عبد القادر، مستحيل. اتمنى من مارسيل كولر يراجع قراراته، لان خلاص ما بقتش مستحملة، وما بقتش انت مستحمل اي غلطة من اي لاعب ولا اي تجميد اي لاعب، لان انت محتاج كل لاعب الفترة اللي جاية. اتمنى من الله ان الحلقة تكون عجبت حضراتكم، ياريت تدعمونا بلايك للفيديو وباشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك اهم اخبار النادي الاهلي اول باول. بشكرك يا صديقي، وفضلا وليس امرا ادعمنا باللايك علشان نوصل الحلقة لكل الناس. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واستنوني في فيديو قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.